دراستي في الدكتوراه في الفن المصري القديم بدأت ان انا استخدم الدراسة دي واطورها في تصميماتي ان انا ازاي احافظ على روح الفن المصري القديم في اوتلاين حديث يقدر يحاكي الوقت اللي احنا فيه ويحاكي جميع الاعمار. برضو ابتديت استخدم شوية اتجه للتراث المصري. احنا عندنا زخم وكمان موتيفات قوي جدا. هلاقي مثلا في سوهاج التلي ده عبارة عن نسيج بتنسيجه السيدات في سوهاج. ابتديت اخد الوحدات الزخرفية اللي فيه وابتدي اعمل عليها قطع حولية. يعني تبقى السيدة لابسة الشال التلي او الفستان المطعم بموتيفات التلي وخيوط التلي، وما كمان مزود بقطع الحلي الخاصة بيها. التحدي عندي ان انا كنت ادمج ما بين التراث والحديث المعاصر بتاعنا، في ان انا اخد الموتيفات والوحدات التراثية بتاعتنا سواء كانت المصري القديم، سواء كانت النوبي، سواء كانت من سينا، من سيوة، من سوهاج في التلي، وازاي ان انا اخرجها في اوتلاين بشكل عصري، وازاي ان انا كمان مش بس موتيفات، اللغة. يعني ابتديت لأول مرة ان انا استخدم اللغة النوبية بمفردات سهلة بسيطة يقدر تبقى متداولة ما بيننا وبين بعض. كتبتها الأول بالعربي زي ما كتبت وينجي اللي هي النجمة، وحطيت الرموز الدالة على الكلمة عشان حتى دايما تبقى في الذهن. في كانت أنتي يعني قمر، في كانت إيكادولي يعني بحبك، ككلمات حب وغزل.